كيف لي أن أودعك أيها الغالي العزيز؟ كيف أسمح لنفسي أن أكون ضمن هذا الجمع الذي قرر أن يقول وداعاً؟ وسط حضور جمع من مختلف أوساط المجتمع البحريني، ابن المغفور له بإذن الله الوجيه عبد العزيز كان. الفقيد عزيز على قلوب الجميع، ومثل ما قلت أنا في كلمتي بأنه قريب من القاصي والداني، يتلمس كل هموم الناس على مختلف شرائحهم. كان عمله الخيري يسبق عمله التجاري والاقتصادي. البركة في أبنائنا يواصلون هذه المسيرة وهذا العطاء إن شاء الله لبلدهم ولأحبتهم. هذا من الشيء يعني يساعد على النجاح. ستظل حديثاً عطراً بين أقربائك وأصدقائك ومحبيك، فلقد تركت أثراً عميقاً للقريبين منك لما كان يحمله قلبك الكبير من محبة للجميع. دائماً هو يعني تحس فيه ما أن واحد يتكلم وبس يروح، تذكره لما مرض تروح له كل يوم تشيك عليه، يحتاج شيء ما يحتاج شيء. وفي تلك الليلة التي نظمت تحت رعاية وزير شؤون مجلس الوزراء محمد المطوع، استذكر مناقب الفقيد الراحل وإسهاماته الجليلة لجريدة الأيام عبد الله الهامي. يرفعها في أعين الناس.